كنت مسلم، أنا كنت أصلي، أنا كنت أصوم. طبعا قبل بن لادن نحن شفنا خميني قتل الناس حتى قتل المسلمين. اطلب من الناس، أنت إيراني؟ نعم. أنت مسلم؟ لا لا أنا مش مسلم. شو اسمك؟ جمشيد. ممكن كان عنده علي قبل البارحة، لكن اليوم صار جمشيد. مع الأسف رجال الدين سرقوا الثورة. نحن رأينا بأن الخميني كذب. تفضل سيدي. بونجور، كمان سافا؟ تفضل سيدي. تفضل تفضل. أهلا 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 وسهلا. يا أهلا سيد. مرحبا. مرحبا. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. والله نفتخر نشوفك هنا في باريس. أشكرك. سيد نجاح محمد علي. أشكرك. كوماندير ان فرونسي كما يقولون بالفرنسية. جراند كوريسبوندان. يعني صحافي كبيرة جدا. ونحن دائما كنا مفتخر بك حبيبي. يعني البطولة الثقافية كان عندك. عندما كنت أشوفك في تلفزيونات والله نفتخر بك. شكرا لك. برافو عليك. أنا حسن عباسي، بس غيرت اسمي منذ 13 سنة، وحاليا سياوشي أفيستا. سياوش هو ضحية من أجل الحرية الإيرانية منذ 4000 سنة، ابن الشاه ابن الملك، ولكن صار عنده مشاكل وقتلوه هيك. وأفيستا أول كتاب حضاري ثقافي وإيرانية كتب كما يقال بيد زرتشت. أفيستا كتابه. سيد نجاح محمد علي، تعرف بأن دكتور مهدي خزعلي هو الرجل من مخابرات الإيرانية منذ رفسنجاني، وأبوه أبو القاسم خزعلي أحد كبار رجال الدين الإيرانية. هو قال لي منذ أحمد نجاد أخذ السلطة، قال لي بأن أحمد نجاد غير اسمه، وهو اسمه كان سابورتشيان، وكان من أسرة يهودية إيرانية. غير اسمه، اسم الأسرة اسمه محمود، لكن اسم الأسرة كان سابورتشيان. وأنا بعطيك نسخة من بطاقة الهوية لأحمد نجاد حتى أنت بتشوف مكتوب بأن سيد أحمد نجاد غير اسم الأسرة من سابورتشيان إلى أحمد نجاد. هذا الوثيقة خزعلي كان في يده، لأنه كان أحد الرجال المخابرات في زمن الرفسنجاني. عندما انتشرنا هذا، بعدين صار اتفاقية بين السيد خامنئي وسيد رفسنجاني، فلذلك 4 سنين الأولى ما حكوا عن هذا القصة، ما قالوا بأنه من أصل يهودي أو لا. أما مرة الأخرى كان يريد أن يأخذ السلطة، عندما أجا في التلفزيون الإيرانية وقال بأن سيد رفسنجاني هو إنسان مش كويس، سرق كثيرا من الأموال الإيرانية إلى آخر، بدأوا أن يحكوا عن اسم الأسرة يهودية أحمد نجاد. في هذا الكتاب سازمان جاسوسي الله أنا أكتب أسرار كثيرا جدا عن هذه القصة. هذه القصة بأن مش أنا سياوش أفيستا أقول هذا، لا، الرجال الذين خدموا الثورة الإسلامية مثل رفسنجاني، مثل مهدي خزعلي، مثل مهدي هاشمي ابن هاشمي رفسنجاني، هم الذين قالوا بأن أحمد نجاد. حتى كروبي عندما كان في التلفزيون الإيرانية أمام أحمد نجاد قال سيد أحمد نجاد كل ما عملتم أنتم خدموا الأجانب ما خدموا الشعب الإيرانية. وتعرف سيد نجاح محمد علي، أنا أظن بأن تعرف أم لا، صار في سنة
2006 احمد نجات كان بطل للتلفزيون الاسرائيليه. في زمن الحرب مع بيروت، اسرائيل مع بيروت، الجيش مش كلهم 10 15 و20 من جيش الاسرائيليه كان صوره احمد نجات على قميصه، وهذا موجود يعني بعتيك. فلذلك يقال بان احمد نجات عندما هاجم الاسرائيل وعندما قال باننا ضد اسرائيل خدم اسرائيل لكي يعمل السلام مع بلاد الاخرى. كما تعرف انت اليوم سيد نجاح محمد علي، اليوم نحن نحكي سويا، كل بلاد العالم اسلاميه عربيه يعترفون باسرائيل، وكلهم يريدون ان يعمل علاقات طيبه مع اسرائيل. هذا من سبب هذا؟ سيد احمد نجات. ممكن هذا كويس مشان السلام في العالم. كروبي انما كان يعمل مقابله في التلفزيون الايراني مع احمد نجات، قال انت كنت رئيسا للاجانب، انت خدمت الاجانب، انت مش خدمت الايرانيين، خدمت الاجانب. واليوم يقال كل الناس بان هو خدم اسرائيل لكي اسرائيل يعمل السلام مع كل البلاد العربي واسلامي، لان عندما كانوا وقالوا بان احمد نجات هو خطر للاسرائيل، وكل البلاد العربيه الاسلاميه الاخرى قالوا نحن نعمل السلام مع اسرائيل. احمد نجات هو عضو للمؤسسه الكبيره وعظيمه وعريقه دوليه. احمدي نجات مش نفسه، هو في داخل المنظمه الدوليه. هذه المنظمه نحن رايناه في نوري كارتا. نوري كارتا تعرفونهم، هم يهود متطرفين الذين جاءوا الى نيويورك السنه الماضي 5000 امام الامم المتحده من اجل احمدي نجات. تعرف سيد نجاح محمد علي في زمن رفسنجاني، عندما رفسنجاني كان رئيسا للجمهورية، علي خامنئي لم أكن أحدا، وكان زعيم جالس لا يعمل أي شيء، عنده قليلا من العملة الإيرانية في يده، لكن البترول، السياسة الخارجية، السياسة الداخلية، مخابرات الإيرانية، كل على يد رفسنجاني. في الزمن الخاتمي نفس الشيء. أما منذ أحمد نجاد أخذ السلطة، خامنئي صار زعيما، وهو كان زعيم حقيقي في إيران منذ أحمد نجاد. فلذلك مرة أخرى أيضا هو قرر بأن أحمد نجاد يكون رئيس للجمهور. Like سيد رودريغيز كامرامان. برای مادران mehrtv.fr تلویزیون تبعنا باللغه الفرنسويه mehrtv.fr